من الأرض الليلي، أسميها من المصرف، من المصرف الليلي معنا المصرفي مروان خير الدين. مساء الخير. مساء النور يا أهلا وسهلا فيك. كنت عم تحضر، كنت ناطر تشوف إذا بده يكسروا البارك ميتر ولا الخطوة بدها تكون برمزيتها. حضاري الرمزية هيدي حضارية، الشباب عم يعترضوا على البارك ميتر، علما أنه بكل دول العالم وكل المدن الحضارية في بدل لما واحد بيصف سيارته على الرصيف بيدفعوا، يعني منا شيء غير مسبوق، وهن لصالح هودي بيشتغلوا، هالشركة بتشتغل لصالح البلديات، وبالتالي لا أرى أنه في يعني هالشيء. بس يمكن لأنه في نقمة على كل شيء صار في، هو لفت أنه كان فيها فساد، يعني زميلنا رياض البيسي عمل عنه بهذه الشركات، يمكن الناس نقمتها على بس شافت كمان قديش الفساد بهذه الشركات عم بتروح تتوجه على هيدي المحلات. يعني نحن ولكن التركيز يجب أن يكون على مكامن الفساد الأساسية بالدولة، يعني ما نحكي على الأشياء هيدي من صغائر الأمور، يعني خلينا نحكي نحن على الزبالة، خلينا نحكي على الكهرباء، خلينا نحكي على المي، هذا اللي بينفع. يعني ما بدنا نفوت بثورة تصير هي ثورة هيدي لتاخذ لبنان من مكان إلى مكان أفضل، مش لندمر أشياء ماشي، اللي ماشي بنراجعه. أنا بعرف القيمين على هذه الشركة ومنهم جماعة أبداً، منهم جماعة مش أوادم، جماعة أوادم، وإذا كان في شيء غلط بالعقد في يتراجع العقد، في انفسخ العقد، في ينعمل غيره، في يعني بس القصد أنه اللي ماشي خلينا نحن نمدحه ونعتبر أنه في عنا أشياء ببلد منيحة، واللي منه ماشي. أنا من الجانب اللي بعرفه بس من شان على هذا، لأنه رياض زميلنا عمل عنه أنه كان في بيروت أصلاً كانوا حاطين أول بداية أرقام مش موجودة، يعني أرقام وهمية لهالدرجة كانوا في الاستخفاف. هلا هو ملف غميق هيدا، يعني بس على كلمة قديش أني متورطين ولا لا، وقديش في هدر كان بهذا الموضوع بهذا. يعني هلا نحن اليوم بموضوعنا، من ضمن الشعارات مع الوزير اليوم 38 يوم على الثورة، بعد الشعار يسقط حكم المصرف. اليوم كمصرف في حضرتك شو بتقول للناس؟ بتقول أنا بفهم أنه في هيدا الضغط، في ناس بتحمل المصارف مسؤولية أنه رهنون حياتهم، ولا بأي طريقة بتنظر له؟ القطاع المصرفي هو قطاع غير، إذا بدك غير مهيئ للناس كلها تنتقد وتحكي عليه. القطاع المصرفي بلبنان في منافسة بين حوالي 60 مصرف، في يمكن مصارف ناس ما بتعجبون أو مش عاملين له الخدمة اللي هن بيريدوها، إنما أنه نحن نعمل هجوم بالمطلق على المصارف فهذا خطأ، لأنه المصارف إلى أفضال كبيرة على تمويل الاقتصاد إن كان الخاص ولا الدولي. ما ننسى نحن أنه من يمكن 15 سنة الملاكي ملكة البيوت بلبنان كان عددهم جدا قليل، إجوا المصارف بالتعاون مع مصرف لبنان عملوا قروض إسكان، عملوا قروض مدعومة الفوائد، صار في أكثر 150 ألف عائلة اشتروا بيوت، وهذه كلها بفضل برامج تسليفية عملتها المصارف. القصد أنه الهجوم يمكن على المصارف مأزي، ما في اقتصاد بالعالم ولا اقتصاد بالعالم تطور وعمل نمو جدي بدون ما يكون عنده قطاع مصرفي جدي ومتطور. بس اليوم هذا الهجوم مش كمان المصارف تتحمل جزء مسؤوليته، يعني أنا بدي فوت دغري بصلب الموضوع، لما العالم كلنا عم توصلنا على تليفوناتنا والناس عم توصلنا على تليفوناتهم بعض المصارف حتى ما يصير في تعميم، بحق لك تسحب $1,000 بالجمعة، بحق لك تسحب مليون ليرة بالنهار، بيرجع بيتخفض. طب هيدا بأي حق في حدا صار معتبر انه هو حجز مصريات الناس؟ يعني هذا الكابيتال كنترول عم بيصير داخلي على الاراضي اللبنانيه. نحن بدون شك مرقين بوضع استثنائي جدا، وما فينا ننسى تاريخ المصارف اللي عمره عشرات وعشرات السنين والازمات اللي مر فيها واللي ما تاثر، وما صار في عندنا شيء من هذا القبيل بكل الازمات بما فيها الحرب، حرب ال 75 90، الاجتياح الاسرائيلي 82 مؤخرا، 2006 اغتيال الرئيس الحريري بال 2005. يعني القطاع المصرفي ما عم بيعمل هيك لانه طالع على باله يعمل هيك، عم بيعمل هيك لانه في حمله مبرمجه صار لفتره عم تضرب على مصداقيه المصارف، وبالنتيجة يا ست نانسي الحديد إذا بتضلك تضربيه بيلوي، وبالتالي أنت نازلين الناس، مش الناس العموم بس في ناس نازلة هجوم على المصارف. أنا بدي أسأل كل من 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 عمل شعار يسقط حكم المصرف، يسقط حكم المصرف ممتاز، بشو بحب يبدله؟ بشو يحب يبدله؟ عن شيء خلينا نحكي، يعني انه نحن اليوم هل هدفنا ندمر شيء ماشي ولا هدفنا نحسن اللي مش ماشي؟ سي كان في اشي، يعني اليوم استاذ مروان كان الاشاره يسقط حكم المصرف على انه طبيعه الحكم بالبلد هي المصارف، يعني اذا بدك الدوله العميقه الحاكمه بالتحالف مع السياسيين، يعني هيدا الناس اللي عم تنزل مش انه يسقط حكم المصرف، ما بدها مصرف يعني او ما بدها بنوك، فعليا البنوك تكون موجوده
بس في أسئلة كتير بتنسأل فعليا، أنه لأنه اليوم بالسلطة بكل السياسيين أغلبية الطبقة الحاكمة على طول بيكونوا موجودين أو عندهم أو أعضاء مجلس إدارة ببنوك المصارف الموجودة، فهاي الناس الإشارة اللي عم تعطيها مش أنه ما بدأ بنوكي. نحن اليوم كل شيء قابل للبحث، إنما البحث يجب أن يكون مبني على نوايا صادقة للتحسين، مش مبني أنه نحن والله أنه أنا بدي أسأل أنه طيب في عندك 60 بنك بالبلد كله ما بيسووه، لا أكيد طيب. ما حدا بيعمل تعميل بشيء، في 60 بنك بالبلد، طيب شو اللي عملوه هني اللي خارج عن القوانين لنروح نطلب من المجلس النيابي يعدل القوانين. أنا اللي بيلفتني أستاذ رامز بيلفتني كتير، وما بعرف إذا أنتم شايفينها مثل ما أنا بشوفها، بيلفتني أنه نحن بلشنا بثورة حراك للتحسين، وبيلفتني أنه بعد ما كان اشتدت شوي الأصوات الصادرة عن ثورة عن الطبقة السياسية وعن النظام اللي حكمنا وعن الفساد المستشري بهذا النظام والهدر المستشري بهذا النظام، أن تتحول المعركة بجزء كبير منها على المصارف. أنا عم بسأل طب خير إن شاء الله، شو اللي صار لأنه نحن نقل جزء كبير من خوف إذا بدك أو من طلبات العالم من المطالبة بنظام سياسي أفضل يعطي حياة لائقة من كهرباء ومي و صرنا كلنا عم نحكي على النوكي، لأنه صار ينقال أنه نعم. في كبار مودعين عم تهرب مصرياتها. هون بدي أسألك عن هذا الموضوع نعم. يعني اليوم الوزير السابق وقام وهاب نعم. مغرد على تويتر داعي رئيس الجمهورية أنه يلقي القبض على أصحاب المصارف نعم. ما بعرف إذا نحن نعطيك حصانة نعم. هو على بعض حكي على بعض أصحاب المصارف. هون اولا هل صحيح في كبار المودعين منذ 17 تشرين الاول، حضرتكم بتعرفوا الارقام نعم. وبتعرفوا شو في مصاري عم تطلع من البلد نعم. هل صحيح في مصاري تهربت من لبنان؟ انا ما عندي معلومات انه في مصاري بالاحجام اللي عم ينحكى عنها تهربت من لبنان، انما اللي بحب اكده لمين ما عم يسمع، نحن بطلنا عايشين بالعصر الحجري. يعني انت اليوم اذا عامله باي بنك عمليه بسنه 80 البنك بكبسه زر بيطلعها، وبالتالي اذا صار في اي عمل غير قانوني من 17 تشرين لليوم أو ما قبل 17 تشرين لليوم أي عمل غير قانوني هذا لا يمحى، يعني موجود وبالنتيجة في ناس فيها تحقق فيه وفي قضاء وفي هيئة تحقيق خاصة وفي لجنة رقابة على المصارف وفي مصرف لبنان. يعني القصد أنه اليوم مش مثل أيام زمان مش أنه يعني. أيه مش مثل أيام زمان أنه يا الله أخذ مصرياته فل، هذا ما في فل. أول شيء عفوا إذا أخذ نقدي من المصارف مثل ما انحكى، النقدي لا يخرج من لبنان، وإذا خرج من لبنان لأنه زبطوها وعملوا تهريبي لا يدخل إلى أي بلد رايح عليه النقدي، وبالتالي ننسى أنه الناس هربت مصاري نقدي. شو قصة سويسرا وأنه بنك سويسري لا ما عرفنا مين البنك المحول، لأنه هو لازم نعم. تكون بسهولة معروفة أنه أحد السياسيين النافذين حول مصاري إلى بنك سويسري، البنك السويسري وقفون وبشبهة ما هيدا الشيء دقيق عندكم هيك خبر؟ يعني المفروض يكون كل جمعية المصارف ضاجة فيه إذا هيك بعلم المصارف اليوم وبنمط عمل المصارف اليوم هيدا الشيء ما ممكن يصير. ليه؟ ما ممكن يكون في حدا فتح له حساب برا وبعدين انتبه البنك انه يا الله فتحنا له حساب ما لازم ناخذ منه مصاري. يعني ما بينفتح الحساب يا عمي بلبنان، انتم كلكم بتعرفوا اي واحد بيروح بجرب يفتح حساب اليوم، ونحن لبنانيين وبنعرف بعضنا، بيسالوك شو بعد شوي شو نمره عفوا شو نمره صباطك اللي بتلبسيه باجرك، شو الثياب اللي بتلبسيها. يعني صار شيء اللي مسميه كومبلاينس الامتثال، صار سابق صار علم لحاله، وما في واحد انه يروح يفتح حساب. بس اذا حساب موجود ما لأنه يقال أنه في حسابات موجودة بالبنوك بينعملهم بسويسرا. أول شيء بسويسرا ما بقى في سرية مصرفية يعني ما عندك أنت السويسرا اللي نحن بنحكي عنها هاي دي بطلت موجودة، ما في سرية مصرفية بسويسرا، وكل شخص زعيم أو سياسي يصنف تحت ما يعرف بالبيب politically exposed person. هيدا الزلمة ما بيخلوا له حسابه مفتوح بسويسرا إلا إذا هن أكيدين من نظافة أمواله، وإلا بيسكروا له إياه. ما في حساب قديم ما منتبهين له، يعني ما في منا هيدي. وبالتالي أنا برأيي هذه القصة بيلزمها الكثير من التدقيق لنشوف شو مصدرها. بتقديري بيكون في شيء صغير صاير ومكبرة واصلة أكبر مما هي. بس استاذ مروان حضرتك من الناس اللي قليل المصرفيين نعم. بيطلعوا على التلفزيون بيحكوا العالم نعم. اليوم العالم عندها كتير مخاوف كبيرة، طمنوا انه ودائعكم بخير وما بخير، بس صاروا حاسين انه في حدا ماسك لهم، هن عم بحددوا لهم مصروفهم. قد ايه بدها تطول هالفتره، وخصوصا انه معظم المصارف اذا ما بدنا نقول كلهم بلشوا يعتمدوا كابيتال كنترول داخلي اللي هو مراقبه السحوبات او الحد منها والضغط. الناس اليوم
من الناس في كثير ناس ناطرينك تطلع تقول لهم قديم طولة هالمرحلة، هل رح تشتد أكثر، شو وضع الودائع اللي موجودة بالبنوك؟ الإجراءات اللي أخذتها المصارف هي إجراءات لحماية المودعين أولا. يعني أنت لما بتشوفي المصارف كلهم طلعوا تعاميم بأول مرحلة بتحكي أنه هن أوقفوا التسهيلات أوقفوا التسهيلات للشركات، هيدي لحماية الودائع. لما بتشوفي أنت أنه المصارف أخذت قرار منع التحويل الكبير إلى الخارج، هيدي لحماية الودائع والمودعين. برأيي الإجراءات اللي أخذتها جمعية المصارف هي إجراءات تحمي القطاع وتحمي المودعين. إنما شو بتطول هذا الجواب هو عند السياسيين. نحن هذه الإجراءات اللي أخذتها جمعية المصارف اللي هي فريدة من نوعها وبحياتنا، نحن ما وصلنا كبنوكي نعمل إجراءات لهالدرجة قاسية لنحمي المودعين. هذه بنتيجة الوضع السياسي المتفلت بالبلد. نحن في عنا وضع سياسي غير مزبوط، عندك حكومة مستقيلة غير ما عم تشتغل، ما حتى عم تصرف أعمال، عندك ما صار بعد في لا تكليف ولا تأليف، بعد ما في اتفاق على كيف شكل الحكومة بده يكون، مثل كأنه الطبقة السياسية ما منتبهة للخطر الاقتصادي اللي مارق فيه البلد. المصارف هي أول مرة تاخذ هالإجراءات، ولازم هيدي تكون إشارة للسياسيين على خطورة الوضع الاقتصادي. ما عم نشوف أنه في جدية كافية من عند السياسيين ليطلعونا من الأزمة ويعطونا good news. أنت بدك good news للناس ترتاح وتطمن، البنك مش هو بيطمنها. أنا بأكد لك، أنا بحكي باسم البنوكي زملائي، نحن الإجراءات اللي أخذناها بتخلينا نضاين على فترة كتير طويلة، إنما بتحط ضغط كتير كبير على الاقتصاد وعلى السوق وعلى السلع اللي رح تكون متوفرة وعلى الاستيراد والتوريد وهلوم جر، بس بتحمي المودع، تحمي كل واحد حاطط وديعة بالبنك. ولكن هذا لا يكفي، يعني احنا ما بدنا نطلع كمان نتيجة حامين المودعين ومدمرين اقتصادنا. نحن بدنا نحمي المودعين لنحافظ على اقتصادنا. لذلك الحل هو عند السياسيين وعند تركيب أو تأليف حكومة تعطي ثقة للبنانيين أولا وللمجلس النيابي ثانيا، وتذهب إلى العمل. من غير المقبول أن نكون هيك، يعني أنه كهرباء بعد ما عملنا صار للحرب خالصة 29 سنة. أنا بدي أرجع اليوم من على سيرة الجود نيوز، يعني اليوم الناس أو هذه الانتفاضة الشعبية عم بتطالب المصارف أنه كمان تتحمل مسؤوليتها اليوم إذا البلد رايح على انهيار، أو بدها تدفع حصة من هيدا من الجزء، يعني من هاي الفاتورة، لأنه لأكثر من نقطة. أنا رح أحكيك عن نقطتين. نعم. إنه اليوم كنا عم نحكي عن يسقط حكم المصرف، إنه فعليا الناس عم بتقول يسقط حكم الدولة بعقلية المصرف وحماية مصالحها. نعم. يعني مفروض هي مش مسؤولية المصارف كقطاع خاص، لأنه كقطاع خاص المصارف مثل أي قطاع الهدف الأساسي تحقيق الربح، لكن الدولة مفروض تعامل المصارف وكل القطاعات بالتوازي. يعني فهو المشكلة عند الدولة، مش هيك أشارت أنا إنه لأنه اليوم بس تشابك سياسيين مع المصارف هودي بتضيع هذه المسألة. 32 سنة كانت المصارف عم بتمول الدولة من دون شروط. السؤال اللي بدي أسألك إياه أنه لولا استدانة الدولة من المصارف، يعني كانت حققت هالأرباح كلها خلال 30 سنة بهاي الفوائد العالية؟ يعني من هون كمان بس سؤال صغير بيجوا بيقولوا لك أنه في قطاع معقول بالعالم أنه ما بيخسر اللي هو مثل بلبنان وهيدي الأرباح؟ لا جرب وضحها. هيدي فعليا هي هيدي تفرد فيها القطاع المصرفي بلبنان لأنه طور أعماله رامز بشكل فظيع. يعني أنت بطلت تشتغل قطاع مصرفي للبنان والاقتصاد اللبناني، أنت كبرت شغلك بسبب الثقة اللي أعطوك إياها زباينك، صرت أنت قطاع مصرفي للبنان والاقتصاد اللبناني ولجزء من الاقتصاد اللي كيمشينه اللبنانيين بالخارج. يعني أنا ما بحكي عن هنا، لا هذا اللي عم يخليك تربح، بس الأرباح هذا اللي عم يخليك تربح من الدولة. عفوا، هيدا جزء من اللي عم يخليك تربح حتى تدين يعني الدولة، لأنه أنت اليوم بأي بلد لما الدولة الاقتصاد بينكمش بيصير في انكماش اقتصاد، المصارف بتخف أرباحها. بلبنان ما خفت الأرباح. بيسألوا العالم أنه طب معقول يا أخي أنه الدولة البلد مش منيحة والبنوكي عم تربح؟ الجواب هو لأن البنوكي لا تعتمد إلا بجزء صغير من أرباحها على الاقتصاد اللبناني، بجزء كبير تعتمد على اللبنانيين. طيب المنتشرين بالخارج، على دين الدولة لأنه هالفوائد شغالة وجزء منه، هيدي الفوائد شغالة بكل العالم، ما الدولة بتدفع فايدة بكل الوقت، والبنوك اللي عنده اللي حاطين مصاري عنده بتدفع له فايدة كل الوقت. ما منسكر نحن السبت والأحد على الفوائد، ندفع، المودع بياخد فوائد واللي مدين بيدفع فوائد والدولة بتدفع فوائد. هون بالحديث عن الأرباح كان حاكم مصرف لبنان أصدر تعميم أنه نعم، لازم المصارف تشارك بأرباحها لدعم الليرة اللبنانية. نعم. ليرجع يفوت دولار على السوق. نعم. اللبناني.
هل في تمنع من المصارف انه تدفع اللي هن 10% ب 10%؟ لا، ما في تمنع اطلاقا. ما في تمنع، بس بعد ما صار التاريخ، ما عمل التعميم من جمعتين البنك المركزي واول استحقاق يعني له باخر السنه، يعني مصاري دولار على البلد. اي طبعا، لانه هذا تعميم صدر عن سلطه رقابيه، مجبورين المصارف تلتزم فيه، ما عندها خيار المصارف. طيب هذا الشيء شو بيطمن الناس انه الدولار حتكون سعر صرف الليرة مستقر؟ بدنا يعني اليوم العالم عم تقول ما بقى تقولوا لنا مستقر ووصلت 2000 عند الصرافين. نحن عنا إدمان على الدولار، إدمان على الدولار النقدي. يعني أنا عن منبرك بدعي إنه اليوم إذا بدنا نحن لبنان وبدنا نبني لبنان، ما في بلد بالعالم بيستعمل عملة غير عملته. طب نحن ليه ما نستعمل عملة غير عملتنا؟ ليه ما كلنا نستعمل الليرة اللبناني بمصروفنا اليومي وبمعاملاتنا؟ فينا نعمل شيكات بالدولار، فينا نستعمل كريدت كارد بالدولار، فينا نحول بالدولار، يجينا تحويل بالدولار. يعني ما عم بقول نلغي استعمال الدولار، باستثناء استعماله بالدفع. ليه بمحفظة كل لبناني بده يكون في دولار بدل لبناني؟ انا والله من بس بلشت الثورة اخذت قرار انا انه انا لن استعمل الدولار للدفع تبعي اليومي، صرت بحمل ليره لبناني ما كنت احمل بحياتي. يا ريت طبقت كمان الدوله هالمعادله. ما كنت تحمل ليره لبناني، يعني كمان مثل اللبنانيين بتحملي 100 دولار، بتحملي 50 دولار، بتحملي 20 دولار، بعد شوي بتحملي دولارات فراطه تعطيهم لاذا حدا عمل لك خدمه او شيء. ليه عم تحكي 100%؟ هذا صح، وهي الخطر اللي وصلنا له بعتقد لهون. الدوله اللي من قرر صارت تدين بالدولار كمان، لو قال كفت الدولار اللبناني كان ممتاز. انا القصد اليوم في عندنا نحن فرصة اليوم، ما بفتكر في شعور بالوطنية عند المواطنين جميعا بقدر الشعور اللي ولدوا هالحراك أو هذه الثورة. الحماس ما فيك تصور، الأعلام اللبنانية موجودة وين ما كان. طب خلينا كلنا نحط بمحفظتنا وبجزدين ليرة لبناني وندفع ليرة لبناني ونطلع من شبح هذا الدولار. هاي منا عملتنا، منقول نحن الصراف غالي. ايه، لأنه الصراف عم بيضطر يجيب هالمال ويدفع سعره هالورق وعم يشتغل سودا هلا وقته كمصرفي كمان. استاذ مروان، اليوم برايك الخطيئه الكبرى يعني الوضع الاقتصادي، لما نفوت بعمق بالوضع الاقتصادي، حضرتك كمان كنت وزير سابق ومعني بهالمساله، الخطيئه الكبرى اللي صارت هي بال 97 بعتقد، لما صار النقل الدين الله يرحمه الرئيس رفيق الحريري صار بالدولار، بعتقد هون الخطيئه الكبرى اللي وصلت. لا، انا رايي هيدي بتسوى يتناقش فيها، لانه كانت يومتها الفوائد على العمله الاجنبيه كثير اوطى من الفوائد على الليره اللبنانيه، وبالتالي عمل وفر لبنان. بيسوى تتناقش على جنب. بس انا برايي الخطيئه الكبرى انه نحن كلنا كشعب لبناني. الخطيئه الكبرى نحن كلنا كشعب لبناني من سنه 90 لليوم انتخبنا ذات الطبقه السياسيه كل 4 سنين او كل ما صار في انتخابات، ما غيرنا وما جبنا ناس وما حسبنا. يعني نحن اليوم لما بننتخب نايب هيدا وبدون ما نكون عم ننتخبه، اغلب الايام عم ننتخب على الغريزه، ما حدا منا عم ينتخب على اساس برنامج او على اساس اداء معين، او والدليل انه شوف الوجوه فيما ندر يتغير عنا وجوه. أنا لا أنتقد في كتير ناس من الموجودين ممتازين وعملوا شغل جبار بوجودهم بالمجلس النيابي بآخر 30 سنة 27 سنة اللي هي، إنما في نظام نحن خليناه يستبد فيه ويستشري فيه الفساد والهدر. ما حسبنا حدا، نحن ما في مدير عام غلط غلطة وتحاسب، ما في موظف غلط غلطة وتحاسب، ما في واحد أخر معاملة وغلط ما في واحد اتبرطة. بس قبل ما نتابع معنا استاذ حسن مقلد، ليه غرد تغريدة البنك السويسري الشهير؟ انت ممكن تقول انا ماني عارف انه حسن عنده معلومات. لأستاذ حسن، شو معلوماته بهذا الإطار؟ مساء الخير استاذ حسن. تحياتي مساء النور لضيفك العزيز. اهلين حبيبي، كيفك؟ على نيلك. الله يخليك استاذ حسن. انا للاسف انا بمحل بعيد، مني قريب، بس جاي تليفونات وقالوا انه يعني بموضوع هذا التغريدي. فانا هلا سمعت انه انا بعرف صديقنا العزيز، اكيد لو عارف انا وراه كاداس مش لا، بس هو عم بيقول هلا بالاليات الموجوده والرقابه الموجوده يعني تقريبا مستحيل انه يصير هيك تحويل وما ينعرف او ما ينفضح. انا امبارح بمدافع جديد حكيت عن 3 نقاط اساسيه. اول نقطه قلت انه موضوع التوقيت، هذا موضوع التوقيت انا ما عندي المعلومات امتى صار، اذا خلال المرحله اللي طلع فيها القرار بمصرف لبنان او قبل، لو عندي التوقيت كنت اعلنته. فلهذا السبب هاي وحده. اثنين، قلت انا انه التحويل ما اجى كله من لبنان، اجى جزء من لبنان وجزء من دوله ثانيه، ونعرف النسب قديش. ثلاثه، اللي قلته انا ركزت على نقطه اساسيه اللي هي رفض استقبال التحويل، واللي هذا اعتبرته
مرحلة جديدة ومهمة كتير بالنسبة للسياسيين اللبنانيين اللي بيعملوا هيك. وأنا أكثر من هيك بملك معلومات مين تدخل بالموضوع، أي جهة أوروبية تدخل بالموضوع كيف نرد عليها. واضطريت امبارح أقول على الجديد مرة تانية إنه نحن مصادرنا من سويسرا ومصادرنا من الناس اللي نشتغل نحن وياهم والناس بيعرفوا من أكثر من 30 سنة بتحقيقات مشتركة، وسبق واشتغلنا نحن وياهم أربع خمس قضايا كبيرة بهال 25 سنة ولا واحدة طلعت غلط. لو ما عندنا كامل التأكيد على الموضوع أكيد ما فتنا فيها. طيب أستاذ حسن، ما سميت الزعيم اللي كان عم بيقوم بهذا التحويل، هل بتسمي كمان من أي مصرف؟ امبارح رأيي ما بدي أكرره، بس قلت أنا امبارح قلت إنه أنا شخصيا بالنسبة لي منه مهم اسم مين، طالما عم أقول واحد من النادي اللي هيدا النادي من 27 سنة لليوم أو أخذ قرارات أو غط قرارات وهو مشارك، فسميت إنه هو زعيم وعنده كتير. بس اعتبر أعطيت الرسم التشبيه للنائب وليد جملات، نائب سابق وليد جملات، هل اليوم لأنه خلص صار الاسم الكل عم يتداول إنه هيدا كل الرسم التشبيه المطابق للنائب سابق وليد جملات أقله، هل تنفي هذا الأمر؟ فيهم اللي قرروا بالدنيا هذه المواصفات بتنطبق على أكثر من واحد أكثر من شخص، وأنا عم برجع أكد مش معناتها هذا اللي عمل هذا الإجراء هو وحده عمل هذا الإجراء، ولا معناتها أنا عم أشر بس لواحد، أنا عم بحكي عن مجموعة، هاي المجموعة بتتحمل مسؤولية كل الخيارات الاقتصادية وكل شيء صار بالبلد من فترة طويلة لليوم. إذا هذا بيان معنا بلكي غيره عمل هالشغلة وعندنا معلومات عنه، أنا مش واقف عند الاسم حقيقة، بس ما عم تنفي اسمه لنائب السابق وليد جملات اللي اتداوق. يعني رح أكد ولا رح أنفي، يعني قلت امبارح إنه هي مش لعبة أسرة، لو بدي أقول كنت قمت قلت، بس أنا هلا أجواء انتفاضة شعبية. إذا استدعوك على التحقيق أستاذ حسن بدك تقول أهلا وسهلا فيهم، استدعونا على التحقيق فليكن إخبار هيدا الكلام، إذا هيك خلي القضاء ساعتها يتحمل مسؤولية بما إنه في تعميم بوقف السحوبات ومنع التحويلات. مزبوط، خير. حكيك شي قاضي استاذ حسن من وقت ما تغردت لليوم؟ توضح، يعني انا بعتقد توضح موضوع مصداقيه الكلام، انا حريص على استاذ مروان وحريص على معلوماتي كرمال هيك. شكرا لك حسن مقلد. قديش معه لحول 300؟ يعني انا اذا في بحسابي 9000 دولار بدي احول 3000، بترك لي 6000، هو قديش فيه لمحول 300 مليون دولار؟ يعني بده يعمل مداخله يا بده كمان استاذ مروان. لا مش مداخله، بدي انا اول شيء اكد انه استاذ حسن شخص عنده معلومات، يعني مش انا ما كنت عارف انه هو مصدر الشيء اللي تفضلتي فيه، بس انا بحب اكد انه اليوم مش بالسهوله تحويل مبالغ كبيرة من قبل سياسيين لأي بلد تاني. يعني اليوم الامتثال، قوانين الامتثال بتدقق بأصغر فرنك بيجي، وبالتالي لو هن كان عندهم الرغبة يمكن ما يكون عندهم القدرة يحولوا مصاري برات لبنان، وبكل الحالات إذا كان عندهم الرغبة والقدرة هيدي كل أمور بتضلها موجودة، لأنه ما في شيء منه تريسبل، يعني ما في شيء واحد فيه يعمله ويخفي أثره، كله مبين وكله ببين وكله بالتحقيق ببين. لو أخذ مصاري مش مثل أيام زمان إنه مثل كأنه جاء أخذ مصاريات وتفوي، بس كلام ما بيستدعي منكم كجمعية مصارف تفتحوا تحقيق بالموضوع. يا ست نانسي، نحن كبنوكي وكجمعية مصارف كمصرفيين كل يوم عم نتعاطى مع 100 خبرية و100 إشاعة، مش يعني يا ريت ما عندك غير ناس بمستوى الاستاذ حسن اللي هو صديق عزيز. هلا هاي خبريه منيحه تعال، هيدي بينحكى فيها وبنشاف، بينحكى فيها وبنشاف، بس انت بدك تشوف واذا كيف صارت ووين صارت وامتين صار. حدد استاذ حسن ما بيعرف امتين صايره، اذا قبل او بعد. بمطلق الحالات ان صارت او ما صارت، ان كانت قبل او بعد، هيدي ما في محيه اللي عملها، يعني موجوده، واذا كان فيها اي نوع من الجرم بتضلها تريسبل. السؤال بس عن هاي، لو كان الظرف غير ظرف، يعني فعليا بس بالتحويل بيقدر اي شخص، يعني اليوم لانه موجودين بمصرف لبناني بيقدر يحول مبلغ كبير 300 مليون دولار، لو ما هلا في ظروف، يعني البنوك ما كانت دققت بهذا الموضوع. يعني لنفترض انت ما عندك ظروف، انت بالنتيجه مالك لمالك، ايه مالك لك تعمل اللي بدك فيه، في تعميم من مصرف لبنان كمان. ايه عم بيحكي لا لو ما في ظروف، لو ما في هاي الظروف. بس هون استاذ مروان، اليوم في صدر توضيح عن بنك عوده بموضوع يعني ما سموه اشاعات عم تطلع وعم بتدمر. نعم. يعني بنك عوده هو من الاي كلاس تبعوا لبنان، يعني من هو اكبر مصرف في لبنان. مصرف نعم. لبناني اليوم قديش ممكن في خطر اليوم البعض يقول عند المصرفيين شبح بنك انترا بالحرب، هيك صار في يعني متركاج تصويب على ظروف على بنك معين، العالم خافت عملت هيدا لهلا، هل هيدا الشيء عم بيصير اليوم؟ لا ظروف مختلفه، بنك عوده لا ظروف مختلفه تماما.
أنا ما بفتكر في مشكلة على بنك واحد على أي بنك بلبنان، جميع المصارف عند الملاءة والقدرة على الاستمرار، وبعتقد أنه كل القرارات اللي أخذناها بجمعية المصارف كفيلة لأن تحمي أموال المودعين وتحمي القطاع المصرفي. إنما يبقى الحل هو بحل سياسي. يعني أنت اليوم شو ما تكون البنوك عظيمة، ما فيها تكون البنوك عم تتصرف كما وأنه هي بسويسرا، والنظام السياسي عنا عم يتصرف كما وأنه هو بآخر بلد فيها حضارة بالعالم. يعني لا يمكن أن يكون في عدم جدية من الفرقاء، وكل واحد بده يربط ويستعمل أعذار لا يرضي حدا، يمكن هذا الحدا أساسا مش طالب أنه يرضيه. يعني ما فيك أن تعمل حكومة بدك ترضي فيها أمريكا وروسيا وإيران والسعودية والمختار بحسبية، ما بيمشي الحال. يعني بدك تعملي انت بدك تعملي حكومه، اليوم في ناس هن قاده موجودين بسده المسؤوليه، لازم يحسموا خياراتهم ويرحموا لبنان ويرحموا لبنان. والا الوضع الاقتصادي عم مش هيك رح يزيد. يعني انت رح تشوفي شركات اكثر ما رح فيها تدفع معاشاتها، رح تشوفي شركات بدها تبلش تسكر، رح تشوفي موظفين ما عم فيهم يدفعوا سنداتهم، وبالتالي الوضع الاقتصادي تبعك بكلا لو ضلت المصارف ماشي بالنتيجه مثل ما حكيت. انا ما بدنا نحن يضل القطاع المصرفي ممتاز ويكون الاقتصاد تدمر بده 20 سنه لترجع تبنيه. نحن تعبنا، الشعب اللبناني تعب وكدح لجمع فلوس ولبنى اقتصاده، حرام نكسره لأنه الشباب مختلفين على توزيع الحصص أو على شكل الحكومة. خلص والناس بالشارع، يعني ما بيجوز اليوم عم بتقول هول الناس بذات الوقت أنه ينتبهوا ما يرجعوا يحولوا البوصلة على مكان آخر وإن كان لهم ما آخذ. اليوم هل تعتبر بأنه في حدا هو ما أكيد عم ترجع مثل ما عم تقول تصوب تبعد الفكرة أنه في طبقة سياسية هي عندها القرارات بعد اليوم موجودة، بعد السلطة بلبنان سلطة الحكم هي للسياسيين لمجلس النواب وللقادة السياسيين. اليوم إذا كان لابد من حماية هذه الثورة، وحضرتك قلت بيوم من الأيام أنه أنت ما من أول بداياتها بكل مطالباته، شو المطلوب؟ أنا ما شفت اليوم مطلب. الناس شو بتقدر تعمل؟ لأنه هالناس عم بتحقق، في إنجازات عم تحققها هيدي الناس، هيدي الثورة عن جد عم تقدر تحمي حالها بمكان معين. كيف بيقدروا يحموا البلد من أي انهيار رح يطال أولا الموظف اللبناني والمواطن اللبناني؟ خلينا ناخذها مبسطة. أولا إذا فينا نتفق أنه كل شخص عم ينزل على الساحات وكل شخص مؤيد للي عم ينزل على الساحات يبلش يستعمل ليرة اللبناني بدل الدولار، بنكون عملنا إنجاز كتير كبير. خلينا نبلش بالأشياء الصغيرة، خلينا نبلش بالأشياء أنه نحن ما نسكر طرقات منشان ما ننزع الاقتصاد تبعنا. إذا اليوم نحن بنحط هدول هدفين، نستعمل الليرة كلنا وما نسكر طرقات، برأيي بنكون عم نعمل شيء جدا إيجابي للبلد. أنا بدي أسألك بعده ما هذا السؤال محيرني بعده اليوم، بدي أشوف أنا اليوم فعليا هذه الدولة. في ناس يمكن حدا تطلع تقول أنه أرباح المصارف صحتين على قلبهم عملون، بس أنا بدي أشوفها اللي مثل ما أنت قلت أنه الأشياء الصغيرة مش مهمة بالفساد. لسه بدنا نروح على قصص المحرزة، في ناس بتشوف أنه القصص المحرزة بالدولة هن هول اللي كانوا تعاقبوا بالدولة بالحكومات ونفذوا هاي السياسات المالية. أنا بدي أشوف القطاع المصرفي اليوم قديش كانت معقول تكون أرباحه لولا خدمة الدين. بدي أشوف هالجماعة اللي حكمونا من 92 لليوم قديش اليوم روحوا علينا. يعني قديش السؤال باختصار قديش أرباح القطاع المصرفي لولا خدمة الدين؟ كم بتكون أكتر رامز؟ لأشرح لك أكتر؟ لأشرح لك ليه. لأنه المصارف عندها فلوس بتاخذ من العالم مصاري، في عندها ثلاث شغلات تعملها فيهم، بتخلي شوي عندها سيولة، بتدين جزء حرزين للقطاع الخاص وبتدين جزء حرزين للقطاع العام. إذا القطاع العام منه عم يتدين حكما هالمصارف بدها تاخذ المصاري وتروح تدينهم للقطاع الخاص. القطاع الخاص بيدفع فايده اعلى من القطاع العام لانه مخاطر القطاع الخاص اعلى. يعني انت اليوم لما بتدين شركه الدوله بتدين باوطى، لو الدوله دين فايده عالي الشركه بتدين فايده اعلى، وبالتالي كان ممكن انت تكون بمحل المصارف ربحاني اكثر. بس انا خليني وجه اكثر من هيك. المصارف خليني اعطي ارقام اخر سنه، رسمي للمصارف حوالي 22 مليار دولار مجتمعين، يعني الاموال اللي اصحاب البنوك موصفتها بالبنوك تقريبا بكل بنوك لبنان تقريبا 22 مليار. ربح القطاع المصرفي تقريبا مليارين ونص بالسنة. أوكي. يعني معدل 12% بين 11% و12% ريتيرن. هالسنة أوطى رح يطلع بكتير، عم بحكي السنة الماضية، يعني عم نحكي السنة المالية 2018، عم تحكي بمعدل حوالي 11% ريتيرن اون انفستمنت، المردود على استثمارك. لو كل أصحاب البنوك ما حطين ولا فرنك استثمار وحطين مصرياتهم بالفايدة بالبنوك كانوا بيربحوا أكتر. وبالتالي بالرغم من أنه الرقم كبير ربح، إنما إذا بتقارنه مع الرأسمال الموظف بتشوفه رقم جدا طبيعي ويقارن مع أمريكا ويقارن مع إنجلترا ومع فرنسا. استاذ مروان، نعم. من أسئلة الناس، لأي متى بده يدلوا محددين لنا كيف نسحب
مصاري، هل الدولار ما بقى مسموح ينسحب دولار بالبلد من المصارف؟ لا يعني هن سؤالين، الدولار قديش في قيود على السحوبات الداخليه للدولار بلبنان رح تكون بعد كتير مرتفعه ومتشدده؟ بصراحه الدولار البنك نوت لانه منه عملتنا، اذا الناس ما بدها تغير العاده اللي صار لها بلش فيها شي سنه بتشتري بتاخذ من البنك وبتضبهم بالبيت، يعني واحد بمون بايام الصعبه بمون سمنه وبمون عدس وبدواء وكشك، ونحن كمان عم نمون الابيض ليومك الاسود بس انا كمان عم نمون دولار بالبيوت، وهيدي بتعرض انا برايي هي خطره لانه صار في مبالغ ضخمه بالبيوت بلبنان مش ببيت واحد يعني موزعين، وهيدي بتعرض الناس للسرقه، يعني بكره انا برايي رح نشوف انه رح ينشطوا الحراميه لانه صاروا عارفين انه البيوت فيها نقده، هيدي خطره منا منيحه، طالما الناس عم بتخلي هالمصاري اللي عم تاخذها بالدولار ببيوتها ما عم ترجع تستعملها، البنوك بدها تضل حاطه قيود لانه هيدي منا عملتنا، نحن البنك المركزي بلبنان يتعامل بالدولار حسابيا. طب ليش صار في قيود على اللبناني مؤخرا مليون ليره؟ ما مفروض يكون في قيود على اللبناني لانه اللبناني هو عملتنا، انا هي تاني مره عم بسمع هذا الشيء، بكره بدي احقق اكثر من بنك بكره بدي احقق، وحتى في مسجز ببعثها منهم ما مفروض يكون يعني في اطلاقا والقيود بالاي تي ام انه مليون ليره بالنهار بس عفوا بس ما الاي تي ام بكل العالم بحطوا عليه قيود مشان اذا انسرقت الكارت بكل العالم مش انه لبنان محدود السحب بس بالاي تي ام مش بالبنك. ايه بالبنك انت بتروح بسحب، بس اقول لك مثلا احنا شو بنتجنب، بيجي لعنا حدا مثلا انه بده يسحب 100 مليون ليره نقدي، طب بنعرف انه هذا بده ياخذهم لوين بده ياخذهم؟ عند الصراف ليشتري فيهم دولار لشو يعمل بدولارات يحطه عنده بالبيت. طب عم نتجنب نحن مبالغ كبيره مشان ما نحط ضغط اضافي وطلب اضافي على الاوراق النقديه بالدولار الامريكي. هيدول الاجراءات القاسيه اللي عم بتقول استثنائيه، هذه الاجراءات الاستثنائيه هي بنتيجه وضع سياسي استثنائي، الحل مش عند المصارف، الحل عند السياسيين وعند الاحزاب وعند الزعماء، يعملوا حكومه بتطمن الناس يرجعوا يبثوا نفس وروح ايجابيه بالبلد، كل هذه الاجراءات بتنتهي بثانيه مثل ما انعملت بثانيه بتنتهي بثانية. وقديه بتعطينا وقت انه تقول عملت لبنان حضرتك من المتفائلين؟ هيدي بدها بصارة براجة. لا العملة بخير. العملة بخير. لا العملة يعني بمعنى سعر صرف الليرة ما بدنا نقول مستقر. اقله سعر الصرف مش حيخطى ال 2000 ليرة. لا لا لا. هلا سعر صرف الليرة مستقر على 1507.5 وسطي بكل التعامل المصرفي. المعاملات اللي عم بتتم عند الصرافين هي استثنائيه ولا تشكل اكثر من 2% من اجمالي التعامل بين او العمليات بين ليره والدولار، وبالتالي انا ما بعمل لها حساب اطلاقا، السعر الرسمي هو على 1507.5 سعر وسطي وسيبقى كذلك، والمركزي عنده بضل على فتره كثير ما في شيء بهزه لانه المصرف المركزي عنده ما يكفي من الاحتياط ليدافع عن هذا السعر، وكمان الشيء الثاني انه البنوكي بالاجراءات اللي اخذتها راح كثير خفف الضغط على الليرة اللبنانية وطلب الدولار. اسمح لي معنا اتصال كمان من الخبير الاقتصادي علي زبيب. مساء الخير، تفضل استاذ علي، عندك تعليق؟ مساء الخير ست نانسي، انا ابدا ما بدي اكون خبير اقتصادي، انا محامي وخبير قانوني بالشؤون الاقتصاديه والمصرفيه. تفضل استاذ علي. رح جربكم مقتضب، اول شيء بحييك وبحيي زميلك استاذ رامز والاستاذ خير الدين، كنا التقينا بعده مناسبات و أيام العقوبات وتشاورنا فيها. أنا بس حابب أعطي تعقيب بسيط وسريع على موضوع 300 مليون دولار اللي ذكره الأستاذ حسن مقلد. يعني مع احترامي للمعلومات اللي تواترت، لازم المشاهد يعرف أنه 300 مليون دولار أول شيء هو رقم غير عادي وغير اعتيادي، والمصارف حتى بالأوقات الطبيعية والمصارف عم نحكي بسويسرا من الصعب جدا أنه تقبل هيك نوع تحويل بهذه الأيام، لأنه هذا التحويل منه مدعوم ورقيا. يعني اليوم بظل شح المصارف بالمصارف، شح الدولار بالمصارف اللبنانية وعم بتصير بكذا مطرح، وأنا طبعا محامي مختص بشؤون المصرفية وعندي ميات الشكاوى عن المصارف، بس ولا واحد على بنك الموارد ليطمن أستاذ مروان. بقى اليوم إذا بيوصل حوالي مليونين أو بثلاث مليون دولار على مصرف لبناني، بفضل المصرف يتفادى هيك حوالي لانه منا مدعوم ورقيا. يعني الحوالي ست نانسي ما بتيجي على المصرف مع شنطه مليانه دولار نوتس، بتيجي ديجيتال، وبالتالي هذا المصرف بيصير ملزم انه يقدم يدعم هيدي الحوالي ورقيا ليقدر يدعمها. هيدي اول نقطه، وبالتالي مع احترامي للاستاذ حسن ومحبتي له، انا ما بعتقد انه موضوع 300 مليون دولار بهيدي الظروف
هو موضوع يعني قريب للواقع. لا فيكن جرب بس ما قدر يعني. هو عم بيقول ما بيعرف التوقيت وما استقبل المبلغ، يعني ممكن يكون في محاولة بس المحاولة رفضت أساسا. هو, هو مش هيك بلش التويت، مش هيك بلش. بعتقد امبارح أنه أخذ حيز كتير كبير. لا بس قال هيك فعليا على الجديد. لا لا فهمت، بس أنه وأنا على فكرة أنا يعني هالأيام معادل المصارف بتكون المستشار القانوني للشخصية السياسية اللي حكي عنها. بس لا لا استاذ رامز انت منك مستشاره يعني للي حكي. انا علي سبيك ما بعرف بسالك، بلكي فيك تكون عادي مش تهمه يعني مش تهمه. لا بس هو استاذ علي ما تهمه فعليا حضرتك مستشاره القانوني للي لمح لعله الاستاذ مقلد. لا اول شيء انا لا. عم شك بالمعلومه ومني مستشاره القانوني. بسالك ما تهمه انا عم جاوبك. انا مني مستشاره القانوني، وانا التقارير الصحافه الاستقصائيه المعموله من زميلك رياض وادم معظمهم كنت انا فيهم مستشار قانوني. تمام لازم تقبل السؤال. اذا اكيد اذا بتسمحوا بعد 30 ثانيه بس، الاجراءات الاستثنائيه اللي حكي عنها وسالته عنها هلا استاذ مروان. بس انت ليش اللي دفعك لتشك يعني لتقدر تحقق بالمعلومه اذا صح ولا لا؟ يعني هذا اللي ما فهمته الرابط، مش هناك عم بسألك. أنا عم بعطي معلومة تقنية، خليني جاوبك إذا بتريد. أنا عم بعطي معلومة تقنية إنه هلا التحويلات بهالحجم ما عم تقبلها لا المصارف السويسرية ولا مصارف خارج الولايات المتحدة. وهذا اللي قاله. لأنها غير مدعومة ورقياً، غير مدعومة ورقياً، بس هذا اللي عم أقوله. تماماً. وبالتالي ما بعتقد إنه هذا الرقم هو رقم صحيح. إذا بتسمحوا لي خليني بس آخذ فرصة بما إنه أنا معكم على الهواء. لازم الزبون العميل المودع يعرف الإجراءات الاستثنائية اللي أخذتها وأعلنت عنها جمعية المصارف لا تتسم بأي حال من الأحوال بصيغة إذا بدنا يعني لنا إجراءات قانونية أول شيء، ولا المصارف ملزمين يثبتوها وينفذوها، وهي تتجه إلى موظفي المصارف، وبالتالي أنا برأيي أتت بغير موقعها. الكابيتال كنترولز اللي هي اجراءات استثنائيه تؤخذ او تمارس عبر قانون وتعلن من قبل مصرف لبنان وتلتزم بها المصارف. مصرف لبنان من النهار الاول عم بيرفض يقول انه في كابيتال كنترول، وعمل غلطه كثير كبيره لما اوعز للمصارف انها تتعاطى بشكل استنسابي شفهيا. بلغ المصارف اعملوا اللي بدكم اياه. نحن اليوم عايشين بعصر الكابيتال كنترولز اللي بحياتنا ما شفناه بلبنان بشكل استنسابي. يعني اليوم انت استاذ رامز اذا بتفوت على البنك وما بتعرف المدير ما بيخليك تحول 2000 دولار. هيدا اللي عم نحكي، هيدا اللي عم نحكي صرنا من اول ما بلشنا بموضوع انه الكابيتال كنترول عم بيتحول لداخلي. انا بدي اشكرك استاذ علي لانه ما عندنا كثير بقى وقت، وبس بدي لانه في كثير اسئله عم توصل لاستاذ مروان بفعلا قضايا ناس حتى من الخارج. يعني هلا في سؤال رح اطرحه عليك، في كابيتال كنترول داخلي بالبلد؟ خلص في مش انا ما بسميه كابيتال كنترول، انا بسميه حيطه وحذر لنحافظ على اموال المودعين. اجراءات مؤقته في كتاب يعني ما نحن لغتنا عربي، خلينا نحكي عربي بموضوع كل شوي بيطلعوا لك كلمه كبيره يعني بصير ناقص الكنترول وهير كات وبصير بدك تشرح للعالم شو يعني صحيح. طيب بموضوع الاسئله نحكي احد المستثمرين الاجانب عم بيقول انه ما عم تندفع له الفوائد، وانه وهيدا الشيء بشكل خطر على اموال المستثمرين الاجانب، وهو وضع امواله وثقته بلبنان. ليه ما عم تدفع فوائد؟ لا لا، اول شيء بلبنان لا تمييز بين زبون مصرف اذا كان لبناني او غير لبناني. الزباين هي ذاتها، ولا نميز بين الودائع. الودائع هي ذاتها وحقوق الودائع هي ذاتها، يعني ما في تمييز اطلاقا في نحن زبون مصرف بغض النظر على جنسيته. يعني لا يمكن ان يتوقع المودع الاجنبي انه يندفع له ما يكون عم يندفع للبناني، وبالتالي هو مثله مثل اي حدا تاني بلبنان. ما في خطر لا على الفوائد ولا على الودائع، والاجراءات اللي اخذتها الجمعيه كفيله بهذا الموضوع. قد تخلق بعض الضيقه يمكن عند بعض الناس اللي بيعتمدوا على تحويل مبالغ كبيره لبرا، انما انا برايي هيدي بدها تتحسن مع الوقت، لانه البنوك عم ترجع تتعود كيف بدها تشتغل بنظام عمره 3 ايام. ما ننسى انه نحن طبقنا هذا النظام 3 ايام الاسبوع الماضي، 3 و4 و5. طيب بس. ايضا من ضمن الاسئله شركات الاستيراد، في سؤال قديش حجم السحوبات لخارج لبنان اذا شركات عم يتعاملوا مع مصارف وعندهم ريكور وعندهم يعني
في سمعة معينة وفي طريقة صحبات معينة، هيدا الشيء كيف بده يوصل ويرجع يحركوا هيدا الأمر؟ المصارف أعطت الأولوية للأمور الأساسية، وما بفكر في ولا أي شركة بتجيب أمور أساسية معوزة البلد رح يكون في مشكل إنها تستورد. إنما أنا برأيي رح يكون في صعوبة بأنه واحد يستورد كماليات اللي هي بتطلع من عندك نقد أجنبي وما بتجيب لك إذا بدك مقابله أي نوع من الشيء الضروري. إنما أدوية وطحين وقمح ونفط بس باقي الشركات والمؤسسات صارت بخطر. ما هذا اللي عم نحكي، يعني عم يسألوا لي الخام مثلا، ننسي هذا اللي عم نحكي تماما. أنت اليوم المشكلة إذا طول المشكل السياسي كتير شركات رح تكلها بسبب الاقتصاد. أنت آخرة النهار الاقتصاد ما عندك نمو قريب على الصفر، هلق عم تجي تشدي الخناق عليهم، الفوائد كتير عالية أساسا ما فيهم يتدينوا لأنه بيخسروا إذا تدينوا، وبالتالي هذه الأزمة السياسية هي تضرب عمق الاقتصاد اللبناني وأساس الاقتصاد اللبناني. ليه ما بترجعوا إذا هيك المصانع الداخلية والصناعات اللبنانية؟ بده حكما بدون ما حدا يشجعهم رح يمشوا. اليوم الإنتاج المحلي، يعني في ناس عم تقول فإذا خلينا نروح نفتش عن بديل، ليه بدنا نروح على أرقام خارجي أو شو ما كان. الإنتاج المحلي حكما بهذه المرحلة القادمة بده ياخذ أولوية على الاستيراد. عندنا ختاما مجددا رد من الاستاذ حسن مقلد، يبدو على علي زيب المحامي. علي زيب تسمي الشخصية. استاذ حسن تفضل. انا حايص لان بتمسيكم من جديد وبعتذر على اخذ وقتكم. لا اهلا وسهلا فيك، تفضل. يعني قالوا لي انه في شاب يعني محامي محترم طلع، نعم. لا قاري التويت ولا سمعني شو حاكي ولا ما بعرف، هلا هو يعني عنده موكلين بيحاولوا، بحب ابعث له لائحه مثلا بحجم التحويلات على سويسرا من الامارات او كازاخستان او بعض المحلات ليعرف انه فيها مبالغ بتتحول هيك واكبر من هيك، بحب يعرف انه بلبنان كم تحويل راح على سويسرا واجا من سويسرا، كم شركه ماليه بتشتغل هيك. فبأسف اقول يعني انه ما بفهمت. هلا انا فعليا ما قصدت الشخص اللي بيقول بلكي موكله. تمام، سالته انا. ايه انتبهت، شكرا لسؤالك، كثير منيح. يعني لازم يستفزك تسمي هالشخصية، لكن هلا صارت سهلة اذا بنشوف هو موكله مين عرفنا الشخصية. لا بس فعليا انا ما اعرف، ما فهمت ليش طلع، يعني المعطيات مش صحيحة، لا سمعني لا اعرف شو الموضوع. هو موكل هذا يعني الشخصية هو وكيله القانوني؟ ما بعرف، بلكي ما عندي فكرة. هو نفى يكون وكيل اي شخصية علي زبيب، بس حضرتك عم تقول انه تحويلات عم بتصير وموجودة وفي مستندات بهذا الإطار. ولو هو قرأ التويت تبعي أكيد ما كان علق هيك، ولو نعم. سمعني هلأ شحكيت عن التويت أكيد ما علق هيك. شكراً لك، أهلا وسهلا فيك أستاذ حسن، ورحب بك دائما. أستاذ خير الدين، بالختام التفاؤل شو منسوبه؟ التفاؤل أنه نحن بلبنان، ونحن هيدا لبنان، واللي بيعرف لبنان بيعرف انه صار لنا نحن يمكن فترة طويلة ولا مرة ألفنا حكومة بسرعة. يعني الله يرحم الرئيس الحريري، الشهيد الرئيس حريري، كان يستقيل نهار جمعة ويكون مؤلف حكومته نهار الأحد، لا حفاظا على الاقتصاد وعلى الأسواق. نحن اليوم بفتكر السياسيين بجزء كبير منهم بعيدين كل البعد عن الاقتصاد وعن السوق. أنا أدعو الجميع من هذا المنبر أنه يا عمي عجلوا، لأنه هودي اللي أنتوا عم تجربوا تردوهم خارج لبنان هن آخر همهم هالموضوع. أنتوا بالعكس اعملوا مصلحة بلدكم، اعملوا الشيء المنيح وروحوا استعملوا اتصالاتكم مع اللي بتحكوا معهم برات لبنان لتقنعون أنه هذا لمصلحة لبنان. ما افتكر حدا بيوقفنا إذا كنا نحن متكتفين واشتغلنا شغل مزبوط مع بعض. شكرا لك المصري مروان خير الدين، أهلا وسهلا فيك.